هذه مواقف غير جيدة، يجب أبناء الأسرة وأبناء العشيرة إذا كانوا يعرفون من أن ابن أسرتهم وعشيرتهم إنسانا صالحا مؤمنا تقيا عاملا مبلغا، أن يقفوا معه ويسندوه ويقفوا إلى جانبه، فإن لذلك أكبر الأثر في التأثير في الناس ورفعته ومكانته، وذلك من صلة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل. وكذلك ذوي الجاه، مواقف ذوي الجاه، وهذا يذكرنا مواقف ذوي الجاه بموقف علمائنا الأبرار ومراجعنا العظام حينما وقفوا مع الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية، ذلك الموقف العظيم، سواء في علماء مدينة قم المقدسة ومراجعها أو علماء النجف الأشرف حينما اعتقل الإمام، سارع مراجع النجف ومراجع قم إلى إصدار بيانات، وطبعت تلك البيانات في كتيب مستقل، أصدروا بيانات دفاع عن الإمام الراحل وحماية للإمام الراحل، وشهدوا بأنه واحدا من مراجع التقليد وفقيه من الفقهاء العظام، ووقفوا إلى جانبه ودافعوا عنه وحماوه، لأنهم هم ذو المكانة والرفعة والسمعة والجاه الكبير بين الناس. وكذلك علماء المدن والمناطق الأخرى حينما وقفوا موقفهم العظيم ذاك، كيف كان لذلك الموقف أثره الكبير في الدفاع وحماية الإمام الراحل وانتصاره كذلك. جزاهم الله خير جزاء المحسنين. ذلك الرجل الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، بل ونظم القصائد في رسول الله حيث كان شاعرا مبرزا، وكلكم تعلمون أثر الشعر في ذلك الزمان وأثر القصائد في زمان البعثة النبوية الشريفة، فقد نظم القصائد حين قال: فلا تحسبون خاذلين محمدا لذي غربة منا ولا متقربي، ستمنعه منا يد هاشمية ومركبها في الناس أخشن مركبي. وقال: ليعلم خيار الناس أن محمدا نبيا كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثل ما أتيا به، فكل بأمر الله يهدي ويعصمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هنا فكل بأمر الله يهدي ويعصمي، فعل مضارع كسر ويجوز كسر فعل المضارع في ضرورة الشعر. وقال: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. هذه القصائد ذكرها العلماء ك الحاكم في المستدرك وابن هشام في السيرة، بل أن ابن كثير في البداية والنهاية، وهو من علماء المدرسة السلفية ومن ويعتبر تلميذ ابن تيمية، لأن ابن كثير تلميذ ابن الحجاج، وابن الحجاج تلميذ ابن تيمية، وهو من علماء القرن الثامن الهجري تقريبا،
اعتبر قصيدة أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، اعتبرها من أفضل أفضل وأبلغ الشعر العربي في ذلك الزمان، بل اعتبرها تضاهي المعلقات السبع في قوتها وبيانها وبلاغتها. هذا الرجل قال في حقه رسول الله: أما والله لأستغفرن لك ولا أشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان. وكان علي عليه السلام يأمر بأن يحج عن عبد الله والد رسول الله وأبيه وأبيه أبي طالب في كل عام. ويأتي البعض يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول الذي كان على خلق عظيم وضرب أروع المثل في الأخلاق الفاضلة، بل امتدحته السماء من أنه على خلق عظيم. يأتي البعض ويسيء إلى رسول الله قبل أن يسيء إلى أبي طالب، يقول يروي عن رسول الله أنه قال: إن عمي أبي طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. هذا جزاء الحماية وجزاء الموقف العظيم وجزاء النصرة، يرد الجميل بهالكيفية. هذا رد الجميل، هذه الأخلاق، هذه أخلاق من كان على خلق عظيم. هب سلمنا معكم فرضا أنه مات كافرا، بإمكان رسول الله أن يسكت، لا يتكلم، لا يتكلم. كفار واجد ماتوا في زمن أبي طالب وقبل أبي طالب، ما دور رسول الله إلا عمه أبو طالب الذي نصره وحماه ودافع عنه من كل الكفار اللي كان في مكة، يجي يعبر عنهم أن عمي أبي طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. هذا موقف الشرف؟ هذا أليس هذا إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أخلاق رسول الله ومكانة رسول الله وآداب رسول الله؟ هو يريد أن يسيء إلى أبي طالب وإلى علي، فأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. جزاه الله خير جزاء المحسنين. على ذلك الموقف وذلك البدل والعطاء، وكذلك مرت بنا أمس ذكرى وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين. وما أدراك ما خديجة؟ تلك المرأة العظيمة التي كانت من النساء الكمل الذين وصلن إلى درجات الكمال، التي روى فيها إخواننا من أهل السنة في حقها هذا الحديث العظيم: أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم. وهذا الحديث صححه الألباني كذلك. أفضل نساء أهل الجنة هؤلاء الأربع، وكذلك رووا هم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع:
آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلك المرأة العظيمة التي وقفت كذلك ذلك الموقف العظيم بالحماية والدفاع والمساندة والدفء والحنان والموقف الأمومي والزوجي العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد امتدحها الأئمة الأطهار حينما يخاطبون أبناءها الأئمة الأطهار: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا. خديجة بنت خويلد من تلك الأرحام المطهرة التي ذكرت في زيارات المعصومين عليهم السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، حيث أن الأئمة الأطهار كانوا من رحم فاطمة، وفاطمة كانت من رحم خديجة. وما أدراك ما خديجة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث رواه الفريقان: ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وفي رواية إسكان بصيغة السؤال: من خير الناس جدا وجدة؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: بل ذاك حسن. قال: بل ذاك حسن وحسين، جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد، خير الناس جدا وجدة. ألا أدلكم على خير الناس أما وأبا؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: ذاك حسن وحسين، أبوهما علي وأمهما فاطمة ابنة محمد. مريم، وما أدراك ما مريم؟ أي حديث نتحدث عنها؟ أمن جهة بصيرتها وتفرسها في رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ عرفته بأنه أفضل الرجال، أنه أفضل الرجال وخير رجال قريش، وأمنته على أموالها وأعطته أموالها ليضارب بها في التجارة في الرحلة إلى الشام، حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام مضاربا بأموال خديجة، وربح ربحا عظيما، وفرحت بذلك خديجة أيما فرح. وسواء من تصديقها برسول الله، حيث كانت من أول المصدقات برسول الله وأول المؤمنات به إيمانا، بل كذلك هدأت رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت بردا على قلبه، ودائما كانت أيضا كذلك ليس فقط تقف معه تنصره تحميه، بل كانت تبشره بالناصر. أو من جهة بذلها المال، التي بذلت كل مالها، كانت خديجة تملك ثروة عظيمة، ثروة أيما ثروة، حتى قيل أنها كانت من الأوائل في أغنياء قريش، بل كانت تملك أواني الذهب والفضة
أو من جهة حملها لسيدة نساء العالمين فاطمة، فكانت جدة للأئمة الأطهار جميعا. عرفت سلام الله عليها بالطاهرة، وعرفت بسيدة نساء قريش قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصبحت أم المؤمنين بعد زواج رسول الله صلى الله عليه وآله بها. يمتدحها الأئمة الأطهار حينما نزورها، أو نزور الأئمة صلوات الله عليهم حينما نزور الإمام الحسين: السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. أو كانت التي وقفت مع رسول الله حينما كان يتحنث في غار حراء ويقضي الليالي الطوال متحنثا في غار حراء، وكانت تذهب وتتسلق جبل حراء حتى توصل الطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. انظروا، مع وجود الخدم والحشم عندها ما تعطي الزاد للخدم والعبيد، مع أنهم أقدر منها في صعود الجبل، وهي امرأة، وامرأة ابنة نعمة وثراء. صعود الجبال بالنسبة إليها يكون ماذا؟ صعبا عادة، والجبل ليس كما تصعدون عليه الآن، فيه سلم، الآن فيه سلم، هو إلى الآن متعب صعوده، ولكن الآن تصعدون بسلالم حتى تصلون إلى الغار. طبعا في ذلك الزمان لا يوجد سلم، ليس إلا حجارة صم ربما مليئة بالأشواك والحسك، ومع هذا كانت خديجة تتجشم العناء وتذهب إلى الحبيب وتوصل إليه الطعام والشراب في تلك القمة السامقة، وفي ذلك الغار، غار النور الذي كان يقضي رسول الله صلى الله عليه وآله فيه أياما وليالي يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه وحي السماء. بل أنه نزل عليه جبرائيل في غار حراء، وكانت خديجة آتي إليه بالطعام والشراب، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قد أتتك، فأقرئها السلام عن ربها. وفي رواية أخرى أن جبرائيل نزل من العلي الأعلى، نزل نزولا خاص، ليس بوحي سماء ولا لقضية أخرى ولا لحدث تكويني أو تشريعي، وإنما نزول خاص لخديجة ولكرامة خديجة ولمنزلة خديجة. هذه المرة هذا النزول لخديجة فقط، نزل على رسول الله يقول له: يا محمد، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: بلغ خديجة من الله السلام، من الله، بلغ خديجة من الله السلام. قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعليك يا محمد وعلى جبريل السلام. اللهم صل على محمد.
وآل محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرمه إلى المدينة المنورة، لاحظ عليه نساؤه ذلك، وممن لاحظ عليه السيدة عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر خديجة لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، لم يسأم من الثناء عليها، لم يسأم، يعني إذا ذكرها أطال في الثناء عليها، أطال، لم يسأم، يثني عليها ثناء عطرا كبيرا، لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها. فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: وهل كانت إلا عجوزا قد أخلف الله لك خيرا منها؟ قالت: فغضب، ليس فقط تكلم وتحدث ورد، لم تقل فرد رسول الله، وإنما غضب رسول الله، يعني أغضب رسول الله لخديجة، رسول الله يغضب لخديجة. فغضب حتى اهتز مقدم شعره وقال: والله ما أخلف لي خيرا منها، والله أقسم، قسم بالله. وهذا يعطي الكلام كذلك منزلة كبيرة، والله ما أخلف لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس. في تلك المواقف الصعبة يجمع عشيرته الأقربين ويتفرقوا ولم يؤمنوا به، وخديجة كانت أول من آمن به. لقد آمنت بي إذ كفر الناس. بل أن عليا عليه السلام كان يقول: لم يعبد الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام إلا بيت محمد، أنا ورسول الله وخديجة. والله ما أخلف لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأنفقتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. وهذه منزلة وكرامة خاصة إلى خديجة. تزوج رسول الله بعد خديجة بنساء كثر ولم يرزق منهن إلا من خديجة، كرامة أيضا خاصة إلى خديجة، كون أنه لا يرزق إلا من خديجة مع أنه تزوج بعدة نساء، كرامة خاصة لخديجة. أن يكون أولاد النبوة وسلالة الهاشميين وسلالة الإمامة الطاهرة من خديجة، من رحم خديجة صلوات الله وسلامه عليها. وأنفقتني مالها إذ حرمني الناس. وأنتم تعلمون أثر المال في الدعوة إلى الله ودعم المشاريع الخيرية والبرة والدعوة إلى الله. الآن بماذا تشيد المساجد؟ وبماذا تشيد الحسينيات؟ وبماذا تشيد المدارس والمبرات الخيرية؟ وبماذا يسند المجاهدون في سبيل الله؟
والمبلغون في سبيل الله أليس بالمال؟ كل ذلك كان من مال خديجة. حتى فرضت قريش الحصار على بني هاشم في شعب أبي طالب، وتحملت خديجة وهي سيدة قريش كل ذلك العناء، حتى أكل بنو هاشم أوراق الشجر من شدة الحصار. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرم صديقات خديجة بعد وفاة خديجة. كان إذا طبخ طعاماً يطلب بتوزيعه على بيوتات صديقات خديجة: اذهبوا إلى فلانة فإنها صديقة خديجة، فلانة فإنها صديقة خديجة، وهكذا. تلك المرأة العظيمة لما حضرتها الوفاة لم تطلب من رسول الله إلا أن يدعو لها ويلحدها بيده، وأن يضع مرطه الذي ادثر به عند نزول الوحي عليه أن يلفها به. هذا الطلب فقط من رسول الله، يدعو لها يلحدها بيده، أن يضع مرطه الذي ادثر به عند نزول الوحي عليه، مرطه رداءه الذي ادثر به عند نزول الوحي عليه، ونزل لها كفن خاص نزل به جبرائيل من الجنة مع حنوط لها سلام الله عليها، وأكرمها أيضا كذلك بعد فتح مكة. حينما فتحت مكة نصب رسول الله خيمة النصر، وجاءت قريش تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله. أين نصب رسول الله خيمة النصر؟ نصبها عند قبر خديجة في كل مكة، لم ينصبها إلا عند قبر خديجة. تكريم لخديجة من جهة، ومن جهة ينبئ المجتمع أن هذا النصر من بركات تلك المواقف العظيمة، أن هذا النصر من بركات تلك المواقف العظيمة، موقف خديجة وما أدراك ما خديجة. عند قبر خديجة، وطبعا قبر أبي طالب إلى جانب قبر خديجة. لاحظوا ذلك التعظيم والتجليل والتبجيل من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تلك السيدة العظيمة صلوات الله وسلامه عليها. فحري بنا أن نجلها ونقدسها ونعظمها ونعظم شأنها ونعطيها حقها من المكانة والرفعة. يقول الشاعر في حقها راثيا: هل دمعي لأفدح الأرزاء يوم وافى الحمام خير النساء، كيف لا أبكي والسماء بكت شجوا على زوج خاتم الأنبياء، كيف لا تبكي أعين الخلق طرا من بكاها الرسول، أي بكاء بكاها، أي بكاء حتى سمى عام وفاتها بعام الحزن، كيف لا تبكي أعين الخلق طرا من بكاها الرسول، أي بكاء، كيف لا يلتاع الحشا والشجا يغمر أحشاء فاطم الزهراء.
يقول كيف لا يلتاع الحشا والشجا حزن، والحزن قد غمر أحشاء فاطمة الزهراء، فحري أن نبكي ونحزن. كيف لا يلتاع الحشا والشجا يغمر أحشاء فاطمة الزهراء، عين جودي عين جودي على خديجة دمعا، فهي رمز الندى ونبع السخاء. رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وحشرنا الله في زمرتها، وجعلنا الله معها في الجنة، نجاور ذلك البيت الذي بناه الله لها في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، تلك المنزلة العظيمة والمكانة الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهجها ونهج بعلها والعترة الأطهار من بنيها، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعتهم في الدنيا والآخرة، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. ألا وإن أحسن الحديث وأبلغه كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.